أغنية نوال الزغبي مسروقة أو لا، هيدي هي الحقيقة الكاملة. أغنية النجمة نوال الزغبي بحبه كتير من كلمات الدكتور ميشيل جحا وألحان جوزيف جحا سببت جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، والسبب تأكيد الشاعر توني أبي كرم أنه الأغنية من كلماته، وسبق غنها الفنان وسيم الفارسي بسنة 2001. أوضحت مصادر خاصة ومقربة من الشاعر ميشيل جحا لموقع الفن بعض النقاط المهمة خبرتنا القصة الحقيقية بالكامل. فقالت المصادر أنه بسنة 1991 كانت رح تنعطى الأغنية للفنان سمير حنا، وبال 1997 قرروا يعطوها لعمر ورافي، بس شاءت الظروف أنه ما يقدموها بصوتهم. بسنة 1997 سافر جوزيف على مصر لمدة 11 سنة، وكان شغله مع الأستاذ سيمون أسمر ومع استوديو الفن والال بي سي آي حصري بالفترة اللي سبقت السفر، وكل يلي قدموه كان إلهم بموافقة سيمون أسمر، كان معهم بالبرنامج من وراء الكواليس ومش بلجنة التحكيم. وتابع المصدر باستوديو الفن 2001 ما كان جوزيف جحا موجود بلبنان، وبوقتها قدم سيمون أسمر موسم من استوديو الفن وقدم له الأغنية لوسيم الفارسي. وهالموضوع عرفنا فيه اليوم بعد ما أصدرت نوال الزغبي الأغنية، وما كان ميشيل أو جوزيف بيعرفوا أنه الأغنية تم تقديمها باستوديو الفن، علماً إنها أساساً من كلمات ميشيل جحا وألحان جوزيف جحا، وهيدا معروف وموثوق منه. وتساءل المصدر كيف تم نسب الأغنية لتوني أبي كرم، وتابع مثل ما بينقال شخص كذب الكذبة وصدقها، ما منعرف كيف نسبت الأغنية لإله. وأضاف مع احترامنا لتوني أبي كرم منقول فنان مثل ميشيل جحا عنده 2000 أغنية بالوطن العربي، واشتغل مع ملحم بركات مسرحية ومشيت بطريقة بكاملة، واشتغل مع صباح وديع الصافي وجورج وصوف وكل كبار مع حفظ الألقاب، وعنده عشرات الدواوين ما رح يسرق مثل ما ادعى توني أبي كرم، واتهامه خطأ كبير، وهيدي هي الحقيقة الكاملة. لتعرفوا كل أخبار النجوم يلي بتحبون زوروا موقعنا الفن.com، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على تشانل الفن على يوتيوب.